بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرأ إن شاء الله سبحانه وتعالى سنن الإمام الترمذي، طبعة المكنز ذكر فيها الإسناد. قال نروي جامع الترمذي عن شيخنا المحدث أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري إلى آخر إسناد. هذا الإسناد هو يروي به عن شيخ علي وغيره طبعا. فالذي يريد الإسناد هذا هو موجود في طبعة المكنز ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب حاء، وحدثنا هناد حدثنا وقيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه: إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح ابن أسامة وأنس وأبي هريرة وأنس وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة ابن عمير الهذلي. ماشي، تقرأ يا زيد. ماشي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الطهور. عن سمي قال: حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز قال: حدثنا مالك بن انس حاء، وحدثنا قتيبه عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة واختلف في اسمه، فقالوا عبد الشمس عبد شمس، وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمر بن عنبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو والسنابحي الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويقول ابا عبد الله رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث. والسنابح ابن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاتل بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. وعنه به قال: حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن محمد وإسحاق بن إبراهيم
والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وعنهم قال حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوي البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن القرن عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. باب ما يقول إذا دخل الخلاء. وعنه قال حدثنا قتيبة وهناس قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. قال أبو موسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. وعنه قال أخبرنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. وعنه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر ابن عبد الله بن قيس الأشعري. ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وعنه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيش. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي. وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة بغائط أو بول وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. باب ما جاء من الرخصة في ذلك. وعنه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أباد بن صالح المجاهد عن جابر بن عبد الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام نستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمر بن ياسر. قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب.
وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن ابي زبير عن جابر عن ابي قتاده انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل التبنى. وعنه قال حدثنا بذلك قتيبه قال اخبرنا ابن لهيعة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث ابن لهيعة. وابن لهيعة ضعيف عند اهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. وعنه قال حدثنا هلال قال حدثنا عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشأم مستدبر الكعبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النهي عن البول قائما. وعنه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قاعدا. قال في باب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسن قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول قائما فقال يا عمر لا تقول قائما فما قلت قائما بعد. قال أبو عيسى وإنما رفع الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر رضي الله عنه ما قلت قائما منذ أسلمت وهذا أصح من حديث عبد الكريم. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ ومعنى النهي عن البول قائما على التأثيم لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال رأيت من الجفاء أن تقول وأنت قائم. باب الرخصة في ذلك. وعن ابن قال حدثنا حماد قال حدثنا بقي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال أبو عيسى وسمعت جارودة يقول سمعت وقيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ثم قال وقيع هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار الحسين ابن حريث يقول سمعت وقيعا فذكر نحوه. قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيد الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن ابي سليمان وعاصم بن بهدله عن ابي وائل عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي وائل عن حذيفه اصح. وقد رخص قوم من اهل العلم في البول قائما. قال ابو عيسى وعبيده بن عمرو السلماني وعبيده بن عمرو السلماني روى عنه ابراهيم النخعي وعبيده من كبار التابعين ويروى عن عبيده أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة ابن معتل الضبي ويبنى أبا عبد الكريم. باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. وعنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم. قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق. باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. وعنه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا ابن عيينه عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي هذا الباب عن عائشه وسلمان وابي هريره وسهل بن حنيف
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن الربيعي. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. باب الاستنجاء بالحجارة. وعن جندي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن العباش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن سائب عن أبيهم. قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. وعنه قال حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال بث مثلي ثلاثة أحجار. قال فأتيت بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رخس. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. وهذا حديث فيه اضطراب. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. قال أبو عيسى سألت عبد الله ابن عبد سألت عبد الله ابن عبد الرحمن أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقضي فيه بشيء. وسألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء، فكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، فوضعه في كتابه الجامع. قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، فتابعه على ذلك قيس بن ربيع. قال أبو عيسى وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذلك لأن سماعه منه بأخرى. قال وسمعت أحمد ابن الحسن التلميذي يقول سمعت أحمد ابن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو ابن عبد الله السبيعي الهمداني. وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. باب ما جاء من كراهية ما يستنجى به. وعنه قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عنقرة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر بن عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. وعنه قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال
حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحادث أبعد في المذهب. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. قال: وفي باب عن عبد الرحمن بن أبي قران وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. وعن أبي قال: حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى أخبار دويه قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث ابن عبد الله عن الحسن عن عبد الله المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحبه، وقال: إن عامة الوسواس منهم. قال: وفي باب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث ابن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منهم، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منهم، فقال: ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبد الأموي عن حبان عن عبد الله بن مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكم إلى المصنف رحمه الله تعالى. باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. وقد روى هذا قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي رضوان الله عليه وعائشة رضوان الله عليها وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواتلة بن الأسقع وأبي موسى. قال: حدثنا حناد قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجبني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلا الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. وعنه به قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي
ويقال هو من ولد بسر ابن أبطال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. وعنه به قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال البري عن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان بن هويتك عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس. قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حسين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويتب، ومنهم من روى هذا الحديث فقال: عن أبي بكر بن حويتب، فنسبه إلى جده. وعنه به قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح ابن عبد الرحمن ابن سفيان بن حويتب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. وعنه به قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال الترمذي: وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله ابن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم
مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزي، وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا، وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. باب ما جاء في تخليل اللحية. وعنه به قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عن عبد الكريم ابن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار ابن يسار توضأ. رأيت عمار ابن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن عثمان وعائشة رضي الله عليها وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. وسمعت إسحاق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان ابن بلال حديث التقليل. وقال محمد ابن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وقال: بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. وعنه به قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كرب وعائشة. معدي كرب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كرب وعائشة. بدون شد. معدي كرب. وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كرب وعائشة. حديث قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. وعنه به قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. وعنه به قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وجدي طلحة ابن مصرف.
قال أبو عيسى: حديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. وعنه به قال: حدثنا محمد بن منصور قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال: إي والله. باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. وعنه به قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عبد الله ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير زيد غبر، بماء غبر من فضل يديه. غبر عندك ايش؟ أنا عندي غين بالضم وياء وراء. ضبطها عندك؟ أنا بدأت هو تصريف من غبرين. أيوة غبرين. عندكم غبرين؟ لا الثانية، الآن في حديث ابن لهيعة. ابن لهيعة. نعم. بالياء ولا بالباء؟ بالياء. عندي بالباء. أيوة. الغير مضمومة؟ أيوة. أنت نسخة التأصيل عندك هنا. غبرة؟ ضبطها كذا غبرة؟ أنت عندك غير؟ لا. وعندي غوي ري. يعني بالياء يعني؟ لا هم كلهم تقريبا بالباء صح؟ بالياء. بالياء عندك إيه؟ عندي ضبط؟ غيرة؟ غير. أصلي طيب لو قرأه أنه مسح رأسه بماء غير من فضل يديه لا تأتي بكلمة من مع غير. وعندي هو ضبطه بالضم غير يعني غير. لا لا عندنا غبرة نسخة المكنس غبرة بماء غبرة. طيب نقرأ على الشك ثم ننظر فيها إن شاء الله. قال أبو عيسى: وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه. من فضل يديه؟ غبر من. أنا عندي غير فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وعنه به قال: حدثنا حنان بن سبيل قال: حدثنا عبد الله بن إدريس
عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عيسى: وفي الباب عن الربيع. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. وعنه به قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. قال قتيبة قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس. هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما فيمسحهما بماء جديد. باب ما جاء في تقليل الأصابع. وعنه به قال: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب الأنصاري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لأنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير. وعنه به قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وعنه به قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي هو بالشدة على اللم أو على الياء؟ على الياء فقط. حبل. الحبل. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. وعنه به قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث ومعيقيب وخالد بن الوليد والشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. باب ما جاء في الوضوء مرة. وعنه به قال: حدثنا أبو قريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاتح. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وليس مرة 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 أي ما نقف عليها بالسكون وعند الفتحتين. أيوة ما هي فتحتين مرة 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 لا تقرأ بالإشمام مثلا يعني. قال أبو عيسى وليس هذا بشيء والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. وعنه به قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن فضل ابن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح. وقد روي عن هشام بن عامر الأهول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. طيب تقرأ يا معز. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الوضوء ثلاثا 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 ثلاثا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشة وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عبد زيد وعبد الله بن زيد وأبي. قال أبو عيسى حديث علي حسن شيء في هذا الباب. أحسن حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على ثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على ثلاث إلا رجل مبتلى. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. وعنه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال كنت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال كنت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال نعم. قال حدثنا بذلك هنان وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط. وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثماري. باب في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا.
وغسل يديه مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. وعن أبي قال حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حيات قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضى ثلاثة واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم. ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة وربيع وعبد الله بن أنيس. وعن أبي قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حيان إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فصل طهوره فأخذ من فضل طهوره بكفه فشرب. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حيان وعبد خير والحارث عن علي وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله. وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ باسمه واسم أبيه فقال مالك بن أرفطة. وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي وروي عنه عن مالك بن أرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. باب في النضج بعد الوضوء. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي وأحمد بن أبي عبيد الله عبيد السريم البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي أن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد. وقال بعضهم سفيان بن حكم أبو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. باب في إسباب الوضوء. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الحلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يعفو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء على المقال إلى على المكاره وكثرة القضاة إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط. في الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن بن عائش وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ولعله عبد الرحمن هو بن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث. باب المنديل بعد الوضوء. وبالتالي قال باب ما فجاه منديل؟ منديل ماشي تمدل طيب ماشي ماشي ما هو التمدل يعني يقصد استخدام المنزيل يعني ماشي تفضل. وعنه به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن زيد بن حباب عن ابي معاذ عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقه
منشف بها بعد الوضوء. وفي الباب عن معاذ بن جبل. فبالذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشير بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد ابن عن أمين عن عتبة بن حميد عن عبادة بن مسيد عن عبد الرحمن بن قدم عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. ولشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد ابن عن أمين الأفريقي مضاعفان بالحديث. قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن وروي ذلك عن سعيد بن مسيب. كرهه من قبل أنه قيل من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن الوضوء لا إن وانا عندي ماء وضوء هو الان ينشف الماء الذي يوزن ليس الوضوء انما هو الوضوء. عندك ايه فرير وضوء ولا الوضوء مضمون؟ طيب ماشي. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إنه الوضوء يوزن وروي ذلك عن سعيد المسيب الوزوري. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن سعلمة عن الزهري قال إنما كره المنكير بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. مفتوح؟ ايوه مفتوح؟ وضوء؟ برضه؟ لا خير. طيب اقرا اخر باب هذا اقرا. باب ويقال بعد الوضوء. وبالله قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد دمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا لا اقرأ اللي أمامك يعني هذه دي رواية أنت لا تتدخل في الرواية. قول بقى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين. أيوه أنت زدت بعض الكلمات. وجعلنا المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. ماشي. ما في عندي سيدي أشهد. ماشي. تفضل. وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. روى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفيل عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. حسبك. ماشي. سيدي محمد وفي هذا لا يصح عن النبي بهذا الباب كبير شيء. اه
باب كبير شيء يعني، وصف الكبير هذا ليس وصف يعني للباب، لا للأحاديث التي فيه، لا يصح في هذا الباب يعني باب دعاء هذا كبيرة. الباب يستوعب جملة من المسائل، هنا طبعا في الحديث يستوعب جملة من الأحاديث، فهذا الباب الذي هو ترجمة ما يقال بعد الوضوء، بعد الوضوء يعني دعاء. آه. هذا الباب يعني نفسه كبير، هذا لا هذا الباب لا يصح فيه كبير شيء، كبيرة لي تعود إلى الأحاديث المروية في هذا الباب، يعني لا يوجد فيه حديث له شأن، كأنه لا يصح فيه حديث، يعني أي حديث يأتي في هذا الباب في نظر الترمذي كأنه يقول لا يصح فيه شيء، يعني يغير العبارة. يغير العبارة. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.